حماية هي شركة خدمات أمنية مملوكة للحكومة القطرية، كانت تتولى مهام تأمين منشآت الدولة، وأغلب موظفيها من المواطنين القطريين. لكن بعد دخول القوات التركية إلى الدوحة بدأت الحكومة في تصفية الشركة، ما أكد أن مهام حماية المؤسسات القطرية انتقلت من المواطنين إلى الأتراك. طلع قرار بتصفية الشركة أو بإغلاق الشركة. استغاث المواطنون الذين قطعت أرزاقهم بتميم وراشد صاحب السمو الشيخ تميم راعي الوقفة. إن شركة حماية تبقى والمشكلة ما هو بحنا وبس، معنا كلهم أهل قطر، حتى المدراء معنا المدراء معنا وتكلموا قالوا لكم يا الربع شبكم وظايف. لتهدئة غضب المواطنين خرج أحد المقربين من النظام القطري يزعم أن رواتب المواطنين لن تنقطع. بالنسبة للمواطنين وأبناء القطريات مواليد قطر لن يتم إيقاف راتبهم إلى أن يحالون إلى جهة عمل أخرى من خلال الدولة، وبالتالي رواتبهم ما راح تتوقف أبدا. لكن عمليات التصفية وقطع أرزاق المواطنين استمرت، بل سرح العشرات منهم في شهر رمضان قبل عيد الفطر بأيام قليلة. يا سمو الأمير، شركة حماية اليوم أعطونا خدمات، هذا ولدي يوسف، إحنا بيعرفنا وين نروح، وعلي ديون وعلي أمور في شهر رمضان الكريم مبارك في آخر الأواخر. يا سمو الأمير، طالب الله ثم طالبك إنك تشوف موضوعي ولدي، لا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. تم إنهاء خدماتي اليوم أنا وعدد من زملائي في العمل القطريين، وإحنا في العشر الأواخر في رمضان بهذه البساطة بهذه السهولة، وين حقوقي؟ قضية شركة حماية أكبر من كونها مأساة إنسانية، فهي تعني أن النظام لم يعد يثق بالمواطنين القطريين، وأن القوات الأجنبية والمرتزقة حلت مكانهم واحتلت بلادهم. اللي أصدر قرار إنهاء خدماتنا في حماية أبي أقول لأنا وعيالي ترى كلنا في ذمتك، والله لا يوافقك الدنيا وآخرة. قولوا آمين.